السلام عليكم أيها الأحبة أينما كنتم، لقاؤنا يتجدد وإياكم على الخير والمحبة دائما. أيها الأحبة، تذبذب سعر صرف الدولار واضطرابه في السوق السوداء أدى إلى اضطراب الحركة التجارية للبلاد، وهذا ساهم بشكل فاعل وأساسي بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، بمعنى آخر أنها استهدفت المواطن الفقير في مفردات معيشته. هذا الأمر يثير العديد من التساؤلات، لعل أهمها هو لماذا ارتفاع سعر صرف الدولار؟ هذا السؤال المركزي الذي تدور أو تتوالد منه الأسئلة بشكل عام. شنو علاقة إجراءات البنك المركزي؟ ليش اجت هذه الإجراءات بعد تحذيرات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية ومنعها لعدد من المصارف الأهلية من دخول مزاد بيع العملة؟ الأسئلة كلها تتوالد، لكن يبقى السؤال المركزي والجوهري هو لماذا أقدم البنك المركزي العراقي على رفع سعر صرف الدولار؟ هل هو نتيجة لضرورات يعرفها الاقتصادي أكثر مما يعرفها المواطن العادي؟ هل هي قضية اختصاصية؟ هل هي قضية سياسية؟ هناك جهات عملت على دعم إجراءات حكومة الكاظمي في ما يتعلق برفع سعر الصرف، لأن هذه الجهات السياسية تمتلك العديد من المصارف الأهلية التي تستحوذ على الحصة الأكبر من مبيعات مزاد بيع العملة. هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم، والتي حملت عنوان دولار صاعد وطن نازل. معكم على أفاضل، ومعي في الإعداد الإعلامي قاسم العجرش، وفي الإخراج أحمد سلام. أيها الأحبة، كما اعتدنا نقرأ سوية مقطع من إحدى المقالات التي كتبت حول الموضوع. مقالنا الأول حمل عنوان سعر الدولار بين الفاسدين وسلة المواطن الغذائية، الكاتب قاسم سلمان العبودي. سعر الدولار بين الفاسدين وسلة المواطن الغذائية، الكاتب والمحلل السياسي قاسم سلمان العبودي. لا شك أن السياسات النقدية العراقية الفاشلة، والتي ابتدأت بشكل واضح وسيء جدا بعد استلام مصطفى الكاظمي لدفة رئاسة الوزراء، ألقت بظلالها السلبية على المواطن العراقي وقدرته الشرائية. وقد برر وقت ذاك القائمون على البنك المركزي العراقي أن ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية جاء للحد من عمليات تهريبها خارج العراق، لكن للأسف الشديد تبين بعدها أن تلك التبريرات غير المنطقية لم تكن سوى ذرة الرماد في عيون المواطنين الذين تضرروا من ذلك الارتفاع في الصرف. يبدو أن ملف الدولار هو الآخر من الملفات الضاغطة على الحكومة العراقية حالياً، وذلك بسبب التدخل السافر للسفارة الأمريكية، والتي يبدو أنها تتحكم به بشكل مطلق وواضح. مرحباً بكم مرة أخرى، وانضموا معي للترحيب بضيوفي الأكارم الدكتور علاء القصير، الدكتور علاء القصير، المستشار الاقتصادي الدكتور علاء القصير، و الدكتور ضياء المحسن الباحث والكاتب في الشأن المالي والاقتصادي. مرحبا بكما ضيفين كريمين. يعني احنا اعتدنا ان نبتدئ من اليمين، فعذرا لجناب الدكتور. يعني دكتور ضياء، يرى كثير من المحللين الاقتصاديين وربما المحللين السياسيين ان رفع سعر صرف الدولار يراه مؤامرة على الشعب العراقي وبخاصة الطبقة الفقيرة. هل بإمكان حكومة السيد السوداني إعادة سعر الصرف إلى ما كان عليه؟ أكو آليات ممكن تنصحون بها بهذا الاتجاه؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية، شكرا جزيلا لك أستاذ علاء. مرحبا. تحية أيضا مسائية للدكتور علاء القصير، وفرصة سعيدة أنه نلتقي به من فترة طويلة ما شفناه. مرحبا ضيفين كريمين. يعني أعتقد هي كلمة المؤامرة قد تكون ثقيلة على السمع. ليش؟ لأنه المؤامرة معناها
اكو قتل واكو يعني اكو نوع مو بالضروره قتل حتى تسليم الاموال يعني هو هذه مو يعني كلمه ثقيله شوي على على السمع انا بالنسبه لي احنا قلنا يرى عدد من المحتين الموضوع الموضوع ربع سعر صرف الدولار استاذ علاء والاستاذ والدكتور علاء القصير ايضا يعني قد يشاطرني في هذا الموضوع الموضوع اكبر من انه قدره الحكومه على رفعه ليش ادوات تخفيض سعر صرف الدولار ما تملكها الحكومه الان لانه كثير من القطاعات هي يا اما متوقفه او شبه متوقفه او هي ميتة سريريا بالتحديد ليش لانه انت يعني خاصه فيما يتعلق مثلا بالقطاع نجي على القطاع الزراعي القطاع الزراعي الان يعني نسبه مساهمته بالناتج المحلي الاجمالي لا تكاد تذكر يعني 1% 2% بزايد 2% حتى وهذا عائد لمن؟ عائد الى انهم هناك استيرادات تاتي من الخارج تضرب المزارع وبالتالي المحاصيل الزراعيه اللي يطرحها الفلاح الى الاسواق المحليه تكون غير مجديه اقتصاديا بالنسبه له لانه هو يحسب تكاليف المحصول اللي ينتجه واللي ينزله للسوق يبدو انه ما بي ذيك الارباح في حين وهذا عائد شنو عائد الى انه الحكومه او هي هذه تعليمات الحاكم بريمر الحاكم بريمر من فتح الحدود فتحها الغى الضرائب واغلى التعرفه الجمركيه هذه اثرت بالتالي اصبح العراق سوق استهلاكي من اي من اي من اي مصدر تاتي السلع والمحاصيل الزراعيه يعني المحاصيل من اي مكان وطالما هي بدون ضريبه فبالتالي هناك طبعا اذا اخذنا بنظر الاعتبار العماله الرخيصه ايضا كل ما يدخل بالعمليه الانتاجيه بالنسبه للزراعي هي رخيصه لهم قياسا هنا بالداخل لا اشوفها مرتفعه لذلك تشوف السلعه اللي تدخل للعراق تشوفها سلعه رخيصه اذا قارنت بالسلع العراقيه يعني مثلا كيلو طماطم مثلا العراقي تلقاه بألف وتلقى مثلا تلقى الايراني او التركي او غيرها تلقاه ب 500 ليش؟ لان هناك سلعه طيب وهذا الفرق مو اكو نقل اي نعم اكو نقل فعلا اكو نقل لكنه انت من تجي تحسب تقول مثلا من المنافذ الجنوبيه اكو هناك مثلا هذا شيء يأشر غياب السياسة الاقتصادية له يأشر إلى غياب الرقيب الاقتصادي اللي نحن هو أزاء اقتصاد دولة يعني ما الذي تتضرره الحكومة إذا قدمت دعما للمزارع حتى تحافظ على سعر موازي هو سؤالك شقين الضرر وين الضرر إذا الضرر تهريب العملة يعني خروج العملة مو تهريبة خروج العملة للجانب الآخر بقبال انه انت الان المواطن العفو المزارع هذا راح يترك الارض مالته ومن ترك الارض مالته اذا يعني خلينا نفترض هو تركها موسمين او ثلاثه راح تصبح الارض بور وبالتالي يحتاج الى استصلاحها مره ثانيه وهذه تكلفه اللي وزاره الزراعه هسه احنا مو بوارد انه ننقدها بنقد او نوجه لها يعني في المشكله، لكن وزاره الزراعه لم تكن جديه فيما يتعلق بالمبادره الزراعيه اللي اطلقتها حكومه السيد المالكي، يعني أي ايام حكومه السيد المالكي اطلق مبادره زراعيه، هذه المبادره لم تكن ناجحه لانه تداخلات بها دعني انتقل لجناب الدكتور الاستشاري الاقتصادي الدكتور علاء القصير، دكتور أريد أعرف أثر التلاعب بسعر صرف الدولار على حركتي السوق والاستثمار. بسم الله الرحمن الرحيم، حيا حضرتك والأستاذ. أهلاً ومرحباً. يعني إحنا خلينا نأخذها من الجانب اللي يطلق عليه قد يطلق عليه سياسي ولكن في نفس الوقت يطلق عليه الجانب الاجتماعي. ثلاث نقاط أو ثلاث حالات إحنا اليوم نمر بها وبسبب هذه الحالات الثلاثة أدى ما أدى. في ارتفاع الدولار ونزول الوطن على قولتك. نعم. تفضلت بي بالبدايه والتفضل بي الاستاذ سلمان كلمته كان هو يعني بي نوع من الحقيقه لكن
الحالة الأولى إذا أردنا نعرف السبب الحقيقي والسبب الرئيسي بما يتعلق بالدولار انخفاضا وارتفاعا، يعني هو ضعف الإدارة المالية في عموم يعني الإدارة الاقتصادية أو الإدارة المالية للبلد. طيب دكتور بعد إذنك، يعني هذا فيه تساؤل كبير جدا، أن التجربة الجديدة بدأت منذ العام 2003 حتى يومنا هذا ونعاني، تشخصون أنتم المختصون. يمكن إذا رح أكمل لك السلسلة هذه نوصل إلى نتيجة أنه يعني أنا من أقول ضعف الإدارة المالية أو ضعف القدرة على إدارة المال ناتج عن سبب التدخلات السياسية والضغوطات السياسية الموجودة بالداخل، داخليا حتى خارجيا. نعم، وبالتالي هذا سبب قد ينكمش ب خلينا نسميه المدير او الاداره فيما يتعلق باداره المال واداره السياسه الماليه للبلد. السبب الثاني، واحنا يمكن حضرتك والاستاذ ضياء والمواطن ايضا يعرف، انه الفساد اللي متعلق في مساله نافذه البنك المركزي والتحويلات الخارجيه. والسبب الاهم هو التدخل الفدرالي الامريكي على هذه العمليه. والفدرالي الامريكي، احنا يعني كثير من الأخوة تحدثوا فيما يتعلق بمسألة الفدرالي الأمريكي والبنك الفدرالي الأمريكي فيما يتعلق بسعر الصرف بعد أن وصل، خلينا نسميه وصل السيل الزبا فيما يتعلق بتهريب الأموال وما يتعلق بغسيل الأموال من خلال النافذة الواحدة. خلونا نتحدث في هذه المسألة بصراحة. يعني أسباب رئيسية أخرى فيما يتعلق بهذا التذبذب والإعلام بشكل عام، وضعف التحليل للكثير من الأخوة المحللين الماليين، دخول غير المختصين على يعني على هذه المسألة، يعني ترك فد أثر سلبي لدى السامع ولدى المشاهد ولدى عامة الشعب من خلال مسألة ارتفاع، لأنه التاجر من يسمع، تاجر كثير من التجار ما يحملون الثقافة المتعلقة بزيادة ونقصان أو يعني إدارة ومال وكذا، فيسمع بالتلفزيون أو من خلال الصحافة يروح يعني دافع الاسعار ومصعد الاسعار فيما يتعلق بالمواد الغذائيه الاعلى، وترك اثر بالنسبه للطبقات الفقيره. صحيح فعلا، لانه خبر يصعد هو هذا خبر يعني ينزل، يعني هذا شبكه الاتصالات والاعلام يجب ان يكون لها دور في هذه المساله. المتحدث الرسمي في هذه المساله هو البنك المركزي، والمتحدث الرسمي في هذه المساله هو وزاره الماليه، فعلى الاخوه في الجهازين ان يكون لهم دور في إيقاف هذه التحليلات التي تترك أثر سلبي بالنسبة للمواطن المستمع في هذه المسألة، وخصوصا التجار. يعني هي أمور متداخلة فيما يتعلق بالدولار. احنا نذب اللوم دائما على الحكومة السابقة وعلى السيد الكاظمي ولا على الإدارة المالية اللي كانت سابقا. احنا نعرف سياسة البنك المركزي ومن هو المسؤول عن سياسة أو الضاغط على البنك المركزي. اليوم السياسة المالية أو سياسة إدارة المال أنا أقدر أسميها هي سياسة خارجية وليس سياسة داخلية. نعم، اليوم للأثر الواضح للتدخلات الخزانة، التدخلات الأخيرة اللي نسمعها واللي نشاهدها واللي نقراها، أنه البنك الفدرالي الأمريكي اليوم له دور كبير في إسقاط كثير من البنوك الأهلية العراقية، في عدم إمكانية تحويلها الأموال مثل ما كانت سابقا. البنك المركزي اليوم احنا نسمع بالاخبار انه كثير من الاخوه المستشارين او الساده المستشارين الامريكان داخلين في قرار البنك المركزي داخل البنك المركزي اليوم يعملون، وكل التقارير وكل الامور المتعلقه باداره المال والسياسه اليوم الجانب الامريكي له دور فعال ونشط. قد يعني يعتقد الاخرين، وانا اعتقد ايضا في هذه المساله، انه هناك ضغط على يعني حكومه الاطار من قبل الجانب الامريكي في يعني خلخلتها او عدم استقرارها او عدم يعني امكانيه نجاحها في المرحله القادمه، وهذا ما اعتقد عنه شخصيا. طيب دكتور ضياء، اشاره لما تفضل به الدكتور علاء القصير حول تدخلات الفدرالي الامريكي او اللي يسمى البنك الفدرالي الامريكي، السفيره الامريكيه تجتمع مع مدير البنك المركزي العراقي ثم يعقبها مساعد وزير الخزانه الامريكيه ايضا باجتماع مع رئيس البنك المركزي العراقي، شنو القضيه؟ يعني يبدو ان ما تفضل به الدكتور يعني له اثر بالغ حتى في صياغه السياسه النقديه العراقيه. نعم استاذ علاء،
أنا أعتقد في حلقة سابقة في قناتكم الكريمة تحدثت عن دور ممثل وزارة الخزانة الأمريكية بالسفارة في إيقاف التعامل مع 14 مصرف عراقي مصرف خاص، وهذا الموضوع هو استتبعه يعني بأيام ارتفعت أسعار صرف الدولار إلى بحدود تقريبا 60 نقطة، وال 60 نقطة طبعا صعبة بالنسبة للتجار. هذا ايش أدى؟ تعرفون ان الدكتور القصير يعرف انه احنا بالتحويلات الخارجية عندنا نوعين من التحويلات، عندنا تحويلات لتعزيز الأرصدة فيما يتعلق بالاعتمادات الخارجية، وعندنا ايضا البنك المركزي يبيع الكتلة يعني النقد للمكاتب الصيرفة. هنا بالجانب الاول بالتعزيز الخارجي لانه توقفت 14 مصرف فانخفضت مبيعات البنك المركزي الى اكثر من النص، يعني شهدنا العفو مبيعات تقترب او تقريبا بال 80 مليون دولار، الان قد تكون صعدت يعني نوعا ما بحدود 130 او 135 مليون دولار. هذا الرقم يعني هناك تجار يعتمدون على في استيراداتهم على هذه التحويلات، وبالتالي لما توقفت هذه التحويلات اضطر وين يلجأ؟ اضطر يلجأ الى مكاتب الصيرفة لشراء الدولار، وهذا طالما آلية عرض وطلب، طالما اكو طلب على الدولار مكاتب الصيرفة ايضا يعني هو هذا عرض وطلب يحب يستفاد. هنا ارتفعت شنو؟ ارتفع سعر صرف الدولار. وهذا الدولار غير خاضع لقاعده العرض والطلب اللي تقول اذا زاد العرض قل الطلب. هو ماكو عرض، هو طالما انخفض العرض يعني تجي ايام زاد دكتور تجي ايام ارقام مهوله يبيع. اعرف هذيك الايام تختل. الان احنا نتحدث بعد توقف 14 مصرف و14 مصرف يعني رقم مو هين. انت اذا حسبته بال 50 مليون دولار بالاسبوع حوالي 700 مليون دولار انت خرجت من السوق. الان انا كتاجر يريد يغطي مشترياته، وهذا مطالب لانه طالما هناك بضاعه تريد تجي للعراق. نكمل بعد الفاصل بعد اذنك. الأساتذة الدكاترة الكارم، أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطع آخر من مقال حمل عنوان أياد علنية وخفية تعرقل عمل الحكومة، الكاتب واثق الجابري. أياد علنية وخفية تعرقل عمل الحكومة، الكاتب والمحلل السياسي واثق الجابري. من دون شك أن ما يحصل من إنجازات لا يتناسب مع ما يعرض من طموحات وآمال وقوانين وقرارات وتعليمات، هكذا الحديث عن مشروع الفاو الكبير والدولار والكهرباء والخدمات. هناك منهجية لعرقلة العمل الحكومي، منها من تعمل لدوافع سياسية وحزبية وأخرى لتحقيق مصالح خارجية حينما تعرقل عمل الدولة، والفساد ليس بعيدا عن هذين الاحتمالين. وإن أقررنا أن بعض الفساد سياسي وحزبي وشخصي، فلا نستبعد أن يكون الفساد لتحقيق دوافع خارجية، وبذلك يسود لدينا اعتقاد أن هناك أياد خفية تغلغلت في معظم مفاصل الدولة ولا تريد لها النهوض، وإن فعلت لأسباب سياسية فهي بالنتيجة تؤدي إلى انعكاساتها السلبية على المواطن الذي ينتظر أبسط الخدمات الحكومية. مرحبا بكم مرة أخرى، كما أجدد الترحيب بضيوفي الأكارم دكتور علاء. قانون الموازنة الاتحادي للعام 2023 باعتقادكم هل سيشهد معالجة لموضوع سعر صرف الدولار، خصوصا أنه حكومة السيد السوداني سيمارس عليها ضغوط في هذا المجال؟ يعني أنا أتمنى من حضرتك أستاذ علاء ضمن كل الأخوة اللي لهم علاقة في هذه المسألة في مسألة سعر صرف الدولار، يعني أتمنى أنه يتم التوقف عن الحديث في هذا الموضوع، لأنه لا مجال ولا إمكانية لخفض الدولار بالوقت الحاضر ولا بعد سنة. وتوقعاتي وتوقعات الكثير من الأخوة في المجال الاقتصادي أنه قد يرتفع إلى 160 أو 170 بالمرحلة القادمة. أنا لا زلت أتأكد أنه السيادة المالية، يعني السيادة على المال العراقي أو المال العام، هي ليست سيادة عراقية 100%، وبالتالي
لا الجهاز التنفيذي ولا الجهاز التشريعي إلى القدرة في الوقت الحاضر على تغيير سعر صرف الدولار، وهذا واقع حال. وأنا أتحمل هذه المسألة من خلال الرؤية اليوم اللي نلاحظها في السوق، واللي نلاحظها من خلال العمل السياسي والعمل. طيب هذا يستلزم معالجات يعني؟ معالجات يعني في حل واحد، يعني معالجاتها في ترك السيد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد الشاع، نعم، أن يكون له الدور الفاعل والدور أنا أسميه الكامل، لأنه يمتلك من القدرة ومن الشجاعة على أن يكون له دور كبير في مسألة سعر الصرف. متى ما أعطيت الصلاحيات الكاملة ورفعت الأيادي الضاغطة على قراراته وأعماله، أعتقد سيكون البلد اقتصاديا في المرحلة القادمة بحالة جيدة جدا. دكتور، هو هذا الطموح أو الطمع في شخصية رئيس الوزراء، ذلك لأن الناس تعول عليه كثيرا، خصوصا وأنه أثبت إخلاص، أثبت قدرة، أثبت كفاءة في إدارة الملف الحكومي. أنا مو فقط أنه أنا أسمع أنه أثبت قدرة وأثبت كفاءة، نعم، لكن أنت لمست بيدك من خلال مواكبتي يعني، نعم، من خلال مواكبتي يعني حتى مع سيادته، أنه إحنا التقينا يمكن مرة أو مرتين وداولنا في هذه المسألة، وهو يعتقد حتى عندما كان وزير أنه هناك ضغوطات قد تكبل يديه في اتخاذ كثير من يعني الأمور اللي يطمح هو في أن تكون يعني للمرحلة القادمة فيما يتعلق بالاقتصاد وإدارة المال. وأيضا يعني وجوده اليوم على رأس الهرم في الإدارة التنفيذية، ومن خلال حديثه يعني، لأنه بين فترة وفترة يطلع بالتلفزيون أمام الأخوة الصحفيين، يعني من خلال حديثه قد يستكشف الخبير والمحلل أن هناك ضغط، قد يكون هذا الضغط سياسي وقد يكون هذا الضغط خارجي أو اقتصادي على حضرته بعدم التحرك ضمن الدائرة اللي هو رسمها في إدارة المال والاقتصاد العراقي. وهذه مشكلة يعني، احنا نسمع اليوم نسمع بالأخبار يعني، مو نشوف يعني المناكفات اللي تتم داخل الإطار السياسي فيما يتعلق بقرارات السيد السوداني من قبل أطراف سياسية. هذا يقول نعم وهذا يقول لا، هذه مشكلة، وهذه مشكلة كبيرة يراد لها يعني حلها بوجود يعني كابينة كاملة للسيد رئيس الوزراء من الخبراء ومن المحللين ومن المستشارين في المجال المالي والاقتصادي. يعني احنا اليوم هذا البلد صار لنا اكثر من 15 سنه عندنا شخص او شخصين داخل الاجهزه التنفيذيه وداخل الاجهزه الحكوميه او القانونيه يديرون المال، اللي هو الله يعطيه الصحه والعافيه والعمر الطويل دكتور مضر محمد صالح. واذا غاب دكتور مضر محمد صالح فراح تبقى العمليه تعبانه، طالما ان كل الخبراء والمستشارين الجيدين والكفؤين والقادرين على إدارة هذه المسألة هم خارج العملية التنفيذية. اليوم المال يدار من قبل رجال سلطة وليس من قبل رجال مال واقتصاد. هذه أنا طبعاً ابتداءً أشكرك على إلفات نظرنا لهذا الموضوع حقيقة الأمر، وأكرر أن الناس تطمع في السيد السوداني لأنها تتأمل منه الكثير، وتتأمل منه أن يقدم على القرارات الشجاعة التي تعبر بالبلد وبالناس إلى بر الأمان. دكتور ضياء، اللي باوع على مشهد البنك المركزي العراقي هسه حتى غير المختص يعني يجد أنه تم ارتباك في عمله، هل سيؤدي هذا بنظر أصحاب المال المستثمرين إلى زعزعة الثقة بالبنك المركزي العراقي ومن إنعكاسات زعزعة الثقة هذه على الأداءات المالية؟ الدكتور القصير تحدث عن الإدارة، نعم، وعدم وجود إدارة مالية في البنك المركزي، أه. وهذه واحدة من المشاكل يعني، هذه ملاحظة مهمة، وهذه واحدة يعني من المشاكل حقيقة بعد إذنك يعني، حتى على صعيد البنك المركزي تنعدم هذه الإدارة، وهذا خلي أقول تشوف مشكلة كبرى. الإدارة مو بس الإدارة، حتى المستشارين الموجودين يعني الاستشاريين الموجودين بالغالب غير عراقيين، غير عراقيين، هذا ما يهم البلد اذا وين ما يروح، معناه اجنده اخرى تشتغل. احنا اذا ناكد على الاداره ف
فبالتالي نحتاج الى محافظ البنك المركزي ان يكون ضريع بالسياسه الاقتصاديه. يعني هنا ليش؟ لان اداره المال مو اجي ايا كان اجيب محافظ البنك المركزي، يعني مع جل احترامنا لمحافظ البنك المركزي، لكن هو الرجال ما يفهم باداره النقد، هو رجل قانوني. زين نعم موجودين محمود داغر موجود مثلا، الاستاذ محمود داغر اعتقد هو نعم لا زال هو اي لا زال موجود باداره البنك المركزي، موجودين هو كثير ذول. ليش ما يتقدمون للعمل؟ ليش ما يقدمون الى العمل؟ هسه احنا بغض النظر عن المسميات، لكن هذا طالما هو عنده دور مثلا يقدر يقدم شيء، ليش ما يقدمه؟ انت جنابك تقول لي يعني شلون تسميه تذبذب او تسميه ارباك العمل البنك المركزي؟ نعم البنك المركزي يعني اخر تصريح لمسؤولين بالبنك المركزي يقول احنا سعر 1500 دولار 1500 دينار للدولار هو سعر مطمئن يعني جيد. بس هسه الدكتور بشرنا انه ربما يوصل 160. احنا الاستاذ شوف هو بغض النظر عن نعم. عن الرقم انت لا لازم ما تترك الامر على عواهنه، هو هذا واحد. اثنين انت طالما تعمل بسياسه اقتصاد السوق اترك الامر على 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 من على اليه العرض والطلب. نافذه العمله، واعتقد الاستاذ القصير شاطرني، نافذه العمله هي اكبر خطا ارتكبته الدوله العراقيه من عندما شرعت هذا الموضوع. نعم السيد الشبيبي كانت عنده اسبابه من طرق هذا الموضوع، الان ما اعتقد هذه الاسباب يعني الاسباب هم أسباب. الاسباب انت ثم انت جنابك قبل شويه من تسال الاستاذ القصير فيما يتعلق ما هي اليات تخفيض سعر السوق اذا ما يروح هو ما يخفض السعر من السوق السعر الدولار بالموازنه. احنا اعتقد اكثر من مره تحدثنا انه انت ليش تبيع الدولار اصلا؟ يعني انا لازم افكر انه انا ليش ابيع الدولار؟ ابيع الدولار حتى لكي التاجر يقوم باستيراد السلع والمنتجات اللي يحتاجها السوق العراقي، لانه سوق ما سوق استهلاكي. انا حتى اخفض هذا الطلب اروح افعل القطاعات اللي هي متوقفه اللي يعتمد عليها السوق العراقي. اروح افعل القطاع الزراعي، واروح افعل القطاع الصناعي فيما يتعلق بالمنتجات اللي اقدر انتجها، واروح افعل قطاع الصناعات التحويليه. هذا الامر ايش راح يؤدي؟ راح يؤدي الى انخفاض الطلب على 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 اليمن، واحنا قلنا عاليه العرض والطلب. راح يخفض الطلب على الدولار، وبالتالي هناك منتجات وهناك تنخفض سعر صرف الدولار، ينخفض بدون ان تتدخل الدوله. الان مهما تدخل البنك المركزي مهما يتدخل ويضخ عمله اجنبيه بالسوق سيرتفع الدولار اكثر مما هو عليه الان. هو نعم تفضل. لا هو يعني نعم اخذ من وقت تفضلوا مداخله. يعني هي احنا مشكلتنا مشكله البنك المركزي ومشكله كل المصارف العراقيه بما فيها المصارف الحكوميه اللي هي الرشيد والراشدية. انت تعرف استاذ علاء انه كل هذه المصارف ما عندها القدره والامكانيه ان تفتح اعتماد واحد للشركات المجهزه للعراق من خلال كل يعني جهازات الاستيراد الموجوده. هذه مشكله راح اعود لها بعد اذنك، يعني اعود لها بسؤال الاساتذه الاكارم. انتم ايضا يا اهل الحبه تعالوا معي لنقرا مقطع من مقالنا الاخير الذي حمل عنوان تنظيم عمليات الاستيراد ضروره ام ترف، الكاتب ضياء المحسن. تنظيم عمليات الاستيراد ضرورة أم ترف؟ الباحث في الشأن المالي والاقتصادي ضياء المحسن. تعد عمليات الاستيراد واحدة من الوسائل المهمة في الاقتصاد الوطني، كونها عملية تقوم بتأمين احتياجات الاقتصاد نتيجة عدم قدرة الإنتاج المحلي على تغطية كامل تلك الاحتياجات، وهي عملية تستنزف قدراً من الاحتياطات الأجنبية كلاً بقدر. بحسب ضخامة أو ضآلة هذه الاستيرادات والمناشئ التي يتم الاستيراد منها، لكن في جميع النظم الاقتصادية فإن هذه العمليات محكومة بأنظمة وقوانين تحكمها المصارف المركزية في هذه البلدان
من حيث عمليات التحويل المالي وتعهد الجهات التي تصدر السلع بوصولها في وقتها المحدد لمنع عمليات التلاعب بالأسواق المحلية واحتكار المواد من قبل ذوي النفوس الضعيفة. مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى، وأجدد الترحيب بضيوفي الأكارم. دكتور علاء، مزاد بيع العملة بالعراق يشكل واحد من أكثر الملفات غموض، يعني باعتقادك إلى أي حد يشكل مزاد بيع العملة نافذة يعني للفساد ولغسيل الأموال؟ أريد طبعا يا ريت بالأرقام. يعني احنا خلينا ناخذ الرقم، معدل الارقام اللي خلال فتره يعني الاشهر السابقه اللي هي وصل 230 او 240 مليون دولار في اليوم الواحد. لليوم الواحد اذا تضربه في 7 وتضربه في 12 وتضربه في 3 مليار و600 فرقم مهول جدا. لكن يعني هذه يعني تحدثوا به كثير، هذه الاموال يعني كيف تم يعني تحويلها او تصريفها او فتح اعتمادات يعني خارجيه اذا كان البنك المركزي والمصارف الاهليه العراقيه وحتى المصارف الحكوميه ليس لديها قانون يسمح لها بفتح اعتمادات للشركات المجهزه للعراق. وبالتالي يعني الفساد راح يظهر هنا، واحنا سمعناها من كثير من الاخوه وحتى من رئيس اللجنه الماليه الاقتصاديه اللي هو الاستاذ هيثم الجبوري، ان شاء الله الله يفك ازمته. يقول 99.9% من يعني الاوراق المقدمه الى البنك المركزي لغرض تحويل مبالغ 99.9% هي اوراق مزوره. اهلا. فمن خلال هذه العمليه احنا نقدر نقدر ما هو يعني المقدار الكمي في مساله تهريب او مساله يعني غسيل الاموال، وهذه واضحه جدا. لذلك يعني بعض الاخوه يتساءلون انه في يعني في احد الكاظمي كانت الاداره الامريكيه والفدرالي الامريكي ما كان عنده هاي القدره ان يراقب حركه المال وحركه التحويلات وحركه المصارف، لكن في هذا الوقت بدا الى سطوه وبدا الى ضغط عالي وكبير على البنك المركزي في مساله التحويلات الخارجيه. الخطا الكبير هو هذا. الخطا الكبير مو العراق اليوم اللي يعني ميزانيته خلال 20 سنه وصلت الى اكثر من 1300 او 1400 مليار دولار، تريليون ما عنده ولا مصرف قادر على فتح اعتماد، وانما يعتمد على مصارف موجوده بالاردن يسموها المراسل او سبونسر. يعتمد على مصارف خارجيه حتى يقدر يحول مبلغ لغرض استيراد طماطم. وهذا هذا محل تساؤل دكتور، يعني هو البنك المصرف او مصرف الرافدين ليش ينيط مهمه بيع العمله بالمصارف الاهليه وهو والعراق لديه عدد من المصارف، منها مصرف الرافدين، مصرف الرشيد، المصرف الزراعي، المصرف الصناعي، عدد من المصارف، ليش ينيط مهمه بيع العمله بالمصارف الاهليه حصرا؟ المطالبات في الفتره الاخيره اعتقد كانت من بعض الاخوه في اللجنه الماليه يعني بالبرلمان العراقي. نعم. يطالب ان يكون أو تكون هذه السطوه وهذه الحظوه بالنسبه للمصارف الاهليه او المصارف الحكوميه ان تكون هي النافذه لتحويل هذه المبالغ، على الاقل تضمن ان عدم وجود تلاعب. البند السابع اللي احنا كان يعني العراق تحت مظلته ما كان يسمح للعراق بفتح اعتمادات خارجيه. واحنا كان عندنا دائره، هذا صار جزء من العراق. العراق والبنك المركزي العراقي قبل 2003 كان هو الدوله الوحيده اللي تتمتع بقوه ومتانه وتقديم ضمانات للغير. يعني ده البنك المركزي تقديم ضمانات لغير فتح اعتمادات، احنا كنا الراعين واحنا كنا السبونسر لكثير من المصارف العالميه. البنك المركزي يعطي ضمانات لكثير من الشركات وكثير من الدول حتى تفتح اعتماداتها بضمان البنك المركزي العراقي. كانت هناك دائره اسمها دائره التحويل الخارجي يعني الاعتمادات والتأديات الخارجيه. وكانت هناك دوائر بالتحويل الخارجي، وكان هناك عمل منسق منظم فلس واحد ما يقدر احد يتلاعب به. تدقق الوثائق وتدقق سندات الشحن بشكل نظيف وبشكل مرتب، وتخرج حتى البضاعه كان الاس جي اس يسموه او الشركات الفاحصه. نعم. موجوده بالحدود، اليوم هذه كلها غابت.
لذلك مع هذا الغياب، غياب التأمين وغياب المراقبة وغياب الفحص، تغيب هذه الأموال وتنهب وتسرق وتغسل وكثير من الأمور الأخرى اليوم اللي احنا نلاحظها فيما يتعلق به. ولا أنت يعني احنا إذا حسبنا باليوم 230 اليوم؟ باليوم التحويلات نضربها في 10 الآن 136 مليون دولار، يعني تقريبا 650 يعني اليوم يعني التوقعات تشير إلى أنه ما موجود داخل السوق العراقي في القطاع الخاص اللي هو دا يستورد واللي هو دا يحول هذه المبالغ، يعني إذا أردنا نسوي مقارنة بين المبلغين، مبلغ البضاعة الموجودة والمبالغ المحولة الموجود، لا يساوي أكثر من 15 إلى 20% من المبالغ المحولة مشكلة لهذه البضاعة. نعم. والنوافذ لهذه البضاعة، يعني أنا أعرف أن وزارة التجارة هي المسؤولة عن من تنطي إجازة الاستيراد. نعم. يعني شوف الكميات، على الأقل تلاحظ الكميات المتوفرة من هذه المادة السوق العراقي. نعم. يعني مو من المعقول اليوم، وهذا محل التساؤل اللي أريد أذهب به للدكتور ضياء. دكتور ضياء، طبعا هذه مبالغ مهولة، وإحنا نفترض أن السياسة الاقتصادية تأخذ بنظر، يعني سياسة دولة ينبغي أن تأخذ بنظر الاعتبار كل الجوانب ذات الصلة بالموضوع الاقتصادي. فمثلا هذا الكم الهائل من المال الذي يباع عبر نافذة بيع العملة لاستيراد طرشي، مثلا طرشي استيراد كوب لبن، كوب حليب بعد إذنك، يعني لا هي على كوب، وين سياسة حماية المنتج المحلي؟ وين أهمية المادة التي يمنح من أجلها التاجر يعني عملة؟ الأستاذ القصير متحدث. نعم. متحدث قال، وأنا ما تفضل به عدد صياغته، يعني أكو عمليات تزوير لوثائق رسمية تقدم إلى البنك المركزي أو يعني من قبل المصارف الخاصة. المصرف الخاص طبعا، المصارف الخاصة مو هي تزور، احنا ما نقول ما نتهم بالتزوير، لكنه التاجر من يقدم أوراق كان يفترض أنه على الأقل يدققونه. يعني مثلا مو من المنطق أنه البلد او تاجر يستورد 100 مليون دولار العاب ناريه. نعم. العاب ناريه ب 100 مليون دولار، وين شو وقت يخلصها هاي؟ شو وقت تخلص مثلا؟ يعني مثلا بضاعه قيمتها ما تتجاوز 10 مليون دولار مسجلها ب 30 40 مليون دولار، يعني من تباع المستندات الرسميه. وهاي هاي مشكله المنافذ الحدوديه حقيقه، لانه غالب المنافذ الحدوديه هي متواطئه مع التاجر، لانه هذه يدفع رسوم بسيطه. بالمناسبه الان المنافذ الجنوبيه يعني شبه متوقفه، لانه تذكرون عندما راح السيد الكاظمي ايام الاولى من استلامه لرئاسه الوزراء، راح حصل المنافذ الجنوبيه، اما المنافذ الشماليه ما تبطل. اها. فهو التاجر يقول لك انا اروح ادفع لي رشوه هنا بسيطه، يعني عموله بسيطه، لقاء ينطوني منافس جاهز بالمبلغ اللي اريده. هنا التاجر راح يستخدم هاي المنافس اللي استلمه لتهريب، اذا اي شخص يعرض عليه البضائع انه يهرب لاموال مقابل عموله. يعني احنا الموضوع اكبر من انه البنك المركزي واليات البنك المركزي. نعم، انا المقال من كتبته انا عندي مشكله ويا البنك المركزي. نعم. فيما يتعلق بنافذه العمله. وانا من سنوات اصر على واكد على انه يجب على الحكومه ويجب على البنك المركزي الغاء هذه النافذه. يعني احنا عندنا دائره التحويل، اعتقد الدكتور القصير تحدث قبل قليل، احنا البلد الوحيد اقدم بنك مركزي موجود بالشرق الاوسط. زين، بالتالي انا اللي يفترض انه انا اكون الائتمان مالتي يكون عالي، لانه الدليل انه البنك المركزي منطي للمصارف الخاصه ائتمان، يعني المصارف المراسله اللي تتعامل ويا هذه المصارف معتمده على اعتماد البنك المركزي. طيب انا ليش ما كبنك مركزي ليش ما ينطي ائتمان الى مصرف الرافدين، الى مصرف الرشيد؟ طيب هي اصلا نافذه بيع العمله ليش ما تضع شروط يعني على التاجر اللي تمنح هذه الاموال؟ شنو الشروط؟
شروط مثلا في طبيعه الماده التي يستوردها من ناحيه النوعيه هذه مو مسؤوليه يعني مو مسؤوليه البنك المركزي هاي مسؤوليه يعني وزاره التجاره جناب الاستاذ علاء يعني اقصد الخطه الشامله للدوله يعني لا هذه مو مسؤوليه البنك المركزي وما اذا كانت هذه البضائع استهلاكيه صرفه لو لها مساهمه في عمليه تنميه البلاد يكون له دور في هذه المسألة فيما يتعلق بالرقم بس هو اجازه الاستيراد دكتور علاء جناب الاستهلاكيه الصرفه والبضاعه التي لها دخل في عمليه تنميه البلاد احنا الان ما نتحدث عن عمليه التنميه، انا الان اتحدث عن اجازه استيراد تم منحها الى هذا التاجر خل اقول لك يمنحون بضاعه شو اسمه اجازه استيراد بهذه الالعاب الناريه اللي هي مسدسات وكذا من الصين يعني وهذه اصلا ممنوعه وزارة الثقافة والسياحة منع هذه الألعاب تدخل للعراق لكنه مع هذا هي جاءت تدخل بعشرات الملايين من الدولارات وزارة التجارة تمنح إجازات استيراد إلى أشياء هي ما تدخل بخطة التنمية أني لما أريد أمنح إجازة استيراد وهاي دائرة الاستيراد يعني مديرية الإجازات في وزارة التجارة يجب أن تضع خطة فيما يتعلق أما البنك المركزي البنك المركزي مسؤوليته إشقد جاي قسيمة الاستيراد أنا دعني أذهب بدقيقة مع الدكتور عذرا أنا آسف يعني لكن هذا سلطان الوقت دكتور علاء يعني البنك المركزي أصدر قرارين مهمين في الفترة الأخيرة القرار الأول هو زيادة مقدار العملة التي تمنح ل تباع عبر النافذة للمصارف الأهلية القرار الثاني هو خفض سعر صرف الدولار إلى 1465 دينار بس أنا أريد واحد يدليني على نافذة واحدة تبيع لي الدولار ب 1465 شنو فائدة هذين القرارين؟ أستاذ علاء هي هاي المشكلة هنا يعني الإدارة متذبذبة الإدارة غير قادرة على اتخاذ قرار حاسم في هذه المسألة الضغوطات السياسيه الداخليه والضغوطات الخارجيه فيما يتعلق بالفدرالي الامريكي يعني تريد تقول لي انه هذا القرارين نتاج الاستشارات الخارجيه كل القرارات اللي صدرت من قبل الاخوه في البنك المركزي العراقي كان يعني ما كان لها صدى في التنفيذ والتطبيق 100% كلها وبالتالي يعني اليوم حاله الفوضى في هذه المساله فيما يتعلق بالدولار دولار خلص ثابت واقول لك اياها لا احد يستطيع انا سمعت انه يقال انه دون سنه 2025 ماكو خفض للدولار ليش 25 مو هسه انت قبل قليل اشرت الى هذه دون هذه 23 و24 و25 كلها تكهنات استاذ نعم لو كانت هناك فعلا جديه في خفض الدولار نعم على 329 نائب داخل مجلس النواب العراقي ان الكل توقع وبالتالي تغير هذه المساله اما يجي ثاني واحد و70 واحد اذا هذا دور موكول لمجلس النواب ممكن ان يمارس ضغطا انا اقول رساله هسه لحضرتك وللسيد رئيس الوزراء وللسيد رئيس البرلمان جيد متى ما تم يعني ادراج تواقيع 328 او 329 نائب على خفض الدولار العراقي عند ذاك سيكون حديث حل ان حديث اخر لكن لما يكون 70 واحد يعني متضرر و130 او 140 نائب قدموا طلب 140 قدموا 100 تقريبا 90 واحد موقعين 40 موقعين على خفض الدولار لكن على خفض الدولار بشكل تدريجي وكانه حل واقعي التدريج مو حل اها التدريج مو حل مو انا قلت لك يعني هذه رساله اذا اساتذتي الاكارم 329 وبعدين لكل اذا اساتذتي الاكارم وكاننا يعني نخرج بحصيله هو ان نرفع الصوت ل تخليص البنك المركزي من الفدرالي الامريكي تفضل سريعه جدا يعني تفضل نتحدث على وزاره التجاره ووزاره الصناعه والوزارات الاخرى فرساله للسيد رئيس الوزراء المحترم نعم عليه بالتفكير هو دار وزاره الصناعه ودار وزاره العمل فعليه بمساله واحده ما اقول الغاء وزاره التجاره ووزاره الزراعه وحتى وزاره الصناعه ولكن على الاقل دمج هذه الوزارات بوزاره واحده للموارد الاقتصادية احنا نريد بعد وزارات حتى نشارك الاخرين ويانا فاذا تخليص البنك المركزي العراقي من الادوات المتحكمه في سياسته الماليه الادوات الامريكيه المتحكمه في سياسته الماليه اصبح واجبا وطنيا مهما كتب معد البرنامج الاستاذ قاسم العجرش الخاتمه التاليه نستطيع القول أن الولايات المتحدة الأمريكية وبعد فشل تهديدات سفيرتها بتحريك الشارع انتقلت
الآن من تطبيق الخطة ألف إلى تطبيق الخطة باء، وهي ممارسة أقصى الضغوط على حكومة السوداني كما حدث في حكومة السيد عادل عبد المهدي. إن إيقاف الحوالات المالية وحجز المليارات من الدولارات العراقية لدى صندوق الائتمان الذي تشرف عليه الولايات المتحدة الأمريكية وتحريم التعامل مع 12 من البنوك العراقية أربك الوضع الاقتصادي العراقي وسوق الصرف. أضف إلى ذلك العامل الجيوسياسي وما يحدث اليوم من اضطرابات في المنطقة انعكس هو الآخر على الاقتصاد بعد التلكؤ في التبادل التجاري بين البلدان المجاورة للعراق. في أمان الله.